أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس في قريب له مات أو نحوه إنه انتقل إلى رحمة الله؟ يعني من باب حسن الظن بالله عز وجل لا بأس بذلك إن شاء الله، تقول رحمه الله انتقل إلى رحمة الله وتدعو له غفر الله له، هذا من باب الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.